أهلا بكم متابعي راديو فجر مع الحلقة الرابعة من برنامجكم سوريا الجديدة. نكمل في هذه الحلقة مع الدكتور برهان غليون الحوار حول سوريا الجديدة من خلال كتابه سؤال المصير. في هذه الحلقة هناك ثلاثة نقاط رئيسية أتمنى أن تلاحظ بدقة. أولها بأن دور الاستعمار في التخلف، وتوضيح أكثر لعملية التخلف والتأخير. النقطة الثانية تطرق إلى الحداثة وكيف تم استخدامها بطريقة مغلوطة. أما النقطة الثالثة وهي المهمة، كيف يمكن أن نتقدم أو كيف يمكن أن تكون سوريا التي نحلم بها من خلال أفكاره. لنتابع هذا القسم الثاني من الحوار مع الدكتور برهان غليون، ثم لنا وقفة. دكتور برهان غليون ولد في مدينة حمص عام 1945، مفكر سوري وأستاذ علم الاجتماع السياسي ورئيس المجلس الوطني السوري الأسبق. حاز على إجازة في الفلسفة وعلم الاجتماع من جامعة دمشق عام 1966، ثم انتقل إلى فرنسا لإكمال دراساته العليا، حيث حصل على دكتوراه في العلوم الاجتماعية والإنسانية من جامعة السوربون عام 1979. أحد أبرز وجوه المعارضة السورية لنظام بشار الأسد، وقد شارك في تأسيس المجلس الوطني السوري عام 2011 وانتخب رئيسا له عام 2012. اشتهر بأفكاره الداعية للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة المواطنة العصرية، ولا يزال يواصل الكتابة والنشاط السياسي من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية في العالم العربي. ألف العديد من الكتب والمقالات في مجالات علم الاجتماع السياسي والفكر العربي المعاصر، من أهمها بيان من أجل الديمقراطية في العالم العربي، المجتمع المدني والدولة في الوطن العربي، نحو نظرية نقدية للحداثة العربية، الثورة العربية، مآلاتها وأفاقها، اغتيال العقل، المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات، عطب الذات، وقائع ثورة لم تكتمل، سؤال المصير. سمحت لي نوضح هون في نقطة كتير مهمة هون، وحضرتك بالكتاب ذكر أنه مشاكلنا مركبة، لأنه الغرب يعني بطريقة أخرى بيمنعك من التأخر للتخلف. يعني خلينا نوضح كمان دوره، لأنه باعتبار هو كمان ما رايدك أنك تتطور، كمان منعك، يعني مشان نقربها بهذه الصورة. فالتخلف هل هو نتيجة خاصة فينا ونتيجة الاستبداد داخلي يعني من الحكومة عنا أو نظام الحل هذا، والتأخر يعني هي إشكالية نوضحها، أم كلاهما الاستعمار له دور؟ التأخر نتيجة تاريخية. التأخر نتيجة تاريخية مفهوم، هذا طبيعي وطبيعي عند كل الشعوب، ما العرب، كل شعوب الجنوب. هذه نقطة مهمة جدا. يسموه العالم الثالث كانوا متأخرين. التخلف هو العلاقة اللي أقام المركز الصناعي مع بعض الدول ومع الدول العالم الثالث، وخلاها تتكون بطريقة ما ممكن تتقدم لقدام. يعني مثلا لو كان شو بدي أقول، الاستعمار، شو عمل الاستعمار؟ الاستعمار نهب الموارد، هاي أول شيء أفقره، نهب خلال قرن أو قرنين نهب موارد كل هالبلدان. نعم. اثنين، بنى طبقات مرتبطة فيه. ثلاثة، وضع ثقافي عند الشعوب انه انتو غير قادرين تتطوروا، انتو متخلفين، وخلق تمييز عنصري بين الشمال وبين هو وبين الشعوب، واعطاها الشعور بنفسها عدم الثقة بنفسها، وخلق نخب كمان بتعيد تستبطن نفس الايديولوجية العنصرية وبتعيد انتاجها داخل شعوبها، وبتقول مثل ما كنا عم نقول من فترة هلا انه هاي شعوب متخلفة ما بيطلع منها شيء، وانه لازم نحن ما إنا الا نتمسك بالغرب مشان نحسن نعيش ومشان يعطينا شوية امكانية، وكل النخب بتصير
مهووسه بدعم الغرب مشان تصير بالسلطه. اليوم كل الناس بفكروا انه مشان تكون بالسلطه بدك دوله كبرى تدعمك لحتى الغرب. هاي بني بصير هذا، انت كل النظام مبني على اساس انه هو ما بيتطور من نفسه وانما بيتطور من خارجه، بيتطور من قبل، مربوط بالدول، امنه مربوط بالدول الكبرى واقتصاده مربوط بالدول الكبرى وبارادتها وثقافته ووعيه، وعي الوطن الداخلي ما في وعي وطني لانه مربوط كمان بالدول الاخرى، في نخب بتتماهى مع الغرب وفي شعوب بتحس حالها مهمشه وما لها اي مكان، وجزء منا بيطلع منه نخب جديده بصيروا يعملوا مثل ما عم يعملوا يعني الحركات الاسلاميه وكذا، انه نحن هذا التراث كله الغربي بدنا نخضع عليه ونحن عندنا تراثنا الخاص والى اخره، كمان يعني بطريق مسدود. فانت خربطت كل تفاعل المجتمع مع بعضه، يعني انت خلقت تركيبه اجتماعيه مركبه كل مشاكل وكل أزمات، ونحن عايشين أزمات يعني ما عم نخرج منها، كلها على المستوى الثقافي والمستوى الإيديولوجي والمستوى الاقتصادي والمستوى الجيوبوليتيكي. مثلا شو عمل الاستعمار ببلادنا؟ خلينا نرجع نحن البلد مثلا، سوريا منطقة طبيعية كانت هي ونص العالم العربي ثلاثة أرباعه خلال 5 قرون بقلب امبراطوريه هي العثمانيه، يعني مش عربي، بس الناس بتتبادل وبتتواصل والسوريين بتاجروا بالعراق والعراقيين بيجوا على الشط والى اخره، بمعنى كله هذا سوق مفتوح للتطور. انت رحت بدال ما مثل ما هني وسعوا السوق باوروبا مشان التطور عملوا اتحاد، انت بدال ما تترك الناس يعني على الاقل بالولايات اللي كانت موجوده يكون عنده الحد أدنى من الأبعاد اللي بتسمح له أن يتطوروا، يعني المملكة العربية اللي كان بعدين المملكة السورية كانت حد أدنى، راحوا عملوا من دولة من منطقة مثل سوريا 5 دول بدون أي معنى مشان يعملوا إسرائيل تكون قاعدة إيلون عسكرية يهددوا فيها كل ما بدهم هاي الدول، وعملوا دول صغيرة ما ممكن. كيف بدها دولة العلويين ودولة الدروز ودولة حلب ودولة حتى بين السنة، يعني هو الأصل التقسيم مش الأصل إنه حلب ودمشق المفروض إنه سنة يعني الأول الأغلبية، كمان قسموهم دولتين مشان ولا دولة تحسن تعمل قوة ولا صناعة ولا زراعة ولا إلى آخره، يظلوا كلهم معتمدين على الغرب وإلى آخره. هذا التحطيم البنيوي، هذا التحطيم. الدول معمولة هون مش مشان تخدم شعوبها، معمولة مشان تخدم السيطرة الأجنبية، ولليوم هذا اللي عم تعملوه. نخبنا ما بتقعد بالسلطة إلا نخبنا السياسي إلا إذا كانت مرضي عنا من الدول الغربية. هذا التخلف تخلف بني كتير عميقة وكتير صعب التحرر منها، مشان هيك بدها ثورات كتير. هاي الثورة مثلاً ثورات الربيع العربي الاخيره كان هدف التحرر من هالتركيب اللي نعم. سكرت كل افاق التقدم والحريات والاكل والشرب وما عاد يتنفسوا الناس. ما تحطمت بس من القوى الداخليه، بالقوى الاجنبيه بالقوى الغربيه يعني، وعم يتبين اكثر فاكثر شقد انه كانوا الغرب مساهم، ووقت الفلت منه بعض الأوضاع فلتت منه بمصر مثلا، عمل دخل العرب الآخرين اللي هن تابعين له أكثر مشان يحطموا هالشرارة الصغيرة اللي طلعت تغيير يعني ولا شيء تاني، إنه في شعب انتخب وحط مبدأ إنه في انتخابات، ما كان يعني هيطالع الزير من البير النظام اللي خلقه مرسي، وإنما كانت سابقة لازم القضاء عليها أنه في شعب انتخب رئيسه، أنه في انتخابات ديمقراطية مش أوليغارشية عسكرية حاكمة وهي بتورث الحكم وهي بتضل لحتى تطلع ثورة تانية. فما بس البنية كانت معمولة مشان ما نطلع من التأخر يعني نمنع التقدم، وإنما السيف مسلط دائما على اي طرف بده يتجاوز الحدود المرسومه له. نعم. هذا الوضع. مشان هيك بيجي هلا لقصه الحداثه.
من هون بدنا نوصل للحدث. مثقفينا ومفكرين السابقين اللي كتبوا عن الحداثة كما لو أنه هي يعني مثال أعلى، وأنه بقدر نحن ما بنتمثل الحداثة قيم الحرية والعدالة والإلى آخره وحقوق الإنسان نتقدم، ونسيوا أنه هالديناميكيات اللي تحدثت عنها، البنى الداخلية العميقة اللي مهما أنت آمنت، مهما النخبة صارت مثقفة وإلى آخره، ما بيطلع معها شيء، لأنه النظام كله مكربج. ما بنقول مكربج يعني مركب بشكل أنه ما يتحرك. مشان هيك أنا قلت الحداثة اللي نحن عايشينها هي عبارة يعني هي حداثة رثي، يعني حداثة ما بيطلع، ما بتعطي حقوق، ما بتعطي قيم. ما كلنا عم ناكل وبنشرب على الطريقه الغربيه، اليوم بنبني بيوتنا على الطريقه الغربيه الحديثه يعني، لكن لا عنا حريات، ولا عنا حقوق انسان، ولا عنا اخلاقيات جديده الى اخره، كلها فرديه وفوضى وانانيه والى اخره. هذا هو نمط الحداثه. ليش؟ لانه فكروا مثقفين أن الحداثة هي مجرد اقتداء ومحاكاة للي بيعملوه الغربيين على المستوى السلوك، ما شافوها ديناميكيات اقتصادية وسياسية وجيوبوليتيكية وسلام وحرب وإلى آخره. ما شافوها أنه هي معركة، مشان تنتزع أنت حقوقك بدك تقاتل، بدك قوة تقاتل فيها. بمين بدك تقاتل؟ ضد التسلط الأجنبي، ضد التسلط الإسرائيلي، بدك تقاتل بشعبك. إذا أنت محتقر شعبك لأنه متخلف، ما عاد تحسن معركتك، كل ما في معركة. صارت المعركة الحقيقية بالحداثة الرسي اللي نحن عايشينها هي معركة النخبة ضد الشعب، والشعب بسور ضد النخبة، مثل ما صار بالربيع العربي. فالحداثة معركة لانتزاع حقوق والانتزاع مكاسب مادية، مو بس مكاسب. أنا بدي شو الحداثة؟ بدي أعمل تصنيع للبلد. تصنيع هو اللي بيخلق فرص عمل للشباب، ما في بطالة، وبيخلق إنتاج وبزيد الدخل الوطني، وبيسمح لي أنا أبني مدارس وأبني مستشفيات وكذا. شلون بدي أعمل أنا إذا شلون بدي تطلع البلدان العالم الثالث؟ مو بس نحن، شلون بده يطلعوا من هالكابوس تبع اللي هو استعمار جديد بسموه الامبريالي وكذا، نعم والضغط ونهب الموارد. إذا في معركة، حتى وصل في معركة اقتصادية وفي معركة سياسية. مشان أنا شو المعركة السياسية؟ كيف أنا بدي ابني دولة ذات سيادة، يعني القرار فيها إلى القرار للشعب، وليس القرار للي حط اللي نصب الرئيس، يعني للدولة الخارجية اللي بتدعم النخبة الحاكمة. هذا اللي هلا الوضع اللي نحن فيه. كيف بدي هاي معركة؟ ما بتجي لحالها. ما الإيمان بالحرية بيجيب الحرية، يعني بيجيب دولة الحرية، مش صحيح. الإيمان فيها، مش المفهوم. شلون بدي أجيبها؟ أنا بدي أتفاهم مع الشعب مشان حطم هاي يصير عندي قوة، حطم التدخل الأجنبي، وأعمل إطار يتيح للشعب فعلا أنه يمارس حقوقه الأساسية اللي هي انتخاب ممثلينه ومحاسبتهم ومساءلتهم. هاي الحداثة السياسية هاي بينسوها كلها. الحداثة السياسية لازم نؤمن بالعلمانية، آمنا بالعلمانية، وبعد العلمانية شو بدنا نعمل؟ جميل. تقاتلنا مع الشعب انه نحن علمانيين وانتم حيوانات ما بتفهموا، متدينين ومتعصبين. طيب بننتظر مين بده يعمل، مين بده يعمل الدولة اللي عندها سيادة وتحقق وينتخبوها الناس، ومين اللي بده ينتخبه طيب. وليش بده ينتخب إلى آخره. بقصد الحداثة معركة وليست محاكاة، جميل. معركة متعددة الأبعاد، اقتصادية وسياسية واستراتيجية. اليوم اللي عم يعملوه الغزاوية هن عم نعم يحطموا هيمنة أجنبية، هيمنة صلت قرنين على المنطقة المشرقية، صحيح. يعني عم يساهموا بتحطيمها والى اخره، لقاء تضحيات يعني لا ت... لا 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 ما الى سابق مثيل. نعم هذا اللي مدرسة. بغلي. وبالثقافه نفس الشيء، انا اذا بدي اعمل معركه ضد التبعيه الفكريه وشو بدي اقول انا
الاستذلال للآخرين وقبول الدونية وتمثل الدونية وإلى آخره، إنه نحن كلنا بشر مثل بعض. مش عم أقول إنه لازم نؤمن نحن إنه نحن عظام، لازم نؤمن إنه ما في بشر متميز عن بشر وعنده إمكانيات أكثر من بشر طيب تاني، في إذا تعلم وإذا تكون وإذا شغل عليه. دكتور، إذا سمحت لأن الوقت ما عم نقطعك وكلام جميل، الخاتمة عندك بنقدر نعتبرها يعني أنا هيك سميتها أشبه بخارطة الطريق للحل، لأنه اللي بيسمع هالمشاكل حضرتك اللي عم بحكيها بجوز واحد يقول إيه طيب إذا كان هي معناتها مشكلتنا كبيرة ما لها حل، يعني صعبة كتير. بس قبل يعني حلا يعني في نقطة كتير مهمة ذكرتها يعني قبل ما أنتقل على خارطة الطريق، هي موضوع الخيارات. يعني ذكرت في نقطة أنه في السابق كان يمكن أن يكون ألا يوجد خيارات أخرى وفق الظروف، كان ممكن أحسن يعني كيوسف العظمة الذي تصدى، كان ربما بدل ما الجيش الضعيف كان طلع له على جبل وشكل نواة ودخل. هذه نقطة تنعكس حاليا، هل يعني بهذه المراجعة الشعب السوري أو المثقفين أو النخبة اللي لحقت الشعب اللي هو اللي صار الثورة، يعني بمعنى آخر كانت هناك الخيارات يجب إعادة النظر بهذه الخيارات كانت خاطئة إذا أسقطناها حاليا، ولا الظروف هي اللي بتخلي الواحد يختار هذا الأمر؟ الخيارات على هي السياسة. السياسة هي خيارات. السياسي شو بيعمل؟ في تحديات عم تصير اللي ذكرناها كلها تحديات، كلها مشاكل. نعم هلا السياسي أمامه خيارات متعددة، أمامه شغلتين قبل مشان يعرف شو الخيارات. يفهم شو هي طبيعة التحديات وشو حجمها وشو أسبابها، ويطور فكره كيف ممكن نحن نرد عليها، نرد عليها بما يحفظ حقوقنا، بما يحفظ مكانتنا ومكاننا وموقعنا ومصالحنا. إذا السياسي فهم الأسباب الحقيقية، إذا قلنا الاستعمار، إذا قلنا الإيديولوجية العنصرية اللي متمسكة، إذا قلنا أنه انقطاع انفصال النخب عن الشعب، إذا قلنا التقسيم الحاصل إلى آخره، بصير عنده إمكانية يفكر بالخيارات. شلون ممكن أنا أتجاوز الاستعمار والنفوذ الأجنبي والتدخلات ووقف التدخلات؟ كيف أنا ممكن أعمل سياسي اقتصادي تسمح بتطوير الصناعة والعلوم والبحث العلمي والتقني وإلى آخره؟ كيف بعمل أنا بحد من هجرة، شلون بدي أحد من هجرة العقول والكوادر اللي انا عم اصرف عليها اموال هائل الشعب عم يصرف عليها، بعدين تطلع عنا نحن بسوريا. اذا بدنا نحكي بسوريا، عنا اطباء بالمانيا وفرنسا واوروبا، نعم 40,000 طبيب خارج، اكثر ب 10 خمس مرات من ما يمكن او اكثر من ما هو في اطباء اليوم. هذول كلهم سروي، هاي سروي تسمى، يعني غير اطباء ومهندسين وصار اكثر. فالخيارات هي ميدان السياسي. أنا باعتقادي اللي ذكرته هو خيار. مثلا يوسف العظمة كان أمام، ما في شك أنه كان يعني قمة الوطني والتضحية، لأنه هو عرفان حاله أنه ممكن يموت. ما نعم بس شوف الخيارات السياسية. بس هو عسكري كان، يعني مانو رجل سياسي، هو كان رجل عسكري وأخذ المبادرة، وكان المؤتمر السوري ما بده، يعني ثلاث أرباعه مانون معه. هو راح يعني لأنه مؤمن بأنه ما بصير نسلم، بل نستسلم أمام عدوان أجنبي، لأنه هاي ثقافته العسكرية. بدال ما كان يروح بجيش لانه مدرب ولانه مجهز ولسه يعني ناس بين أنه ما كان في عنده شيء قوي إطلاقا وعرفان أنه حيصل، كان ممكن يختار أنه يطلع ياخذ الناس اللي معه ويطلع لمنطقة أبعد وينظم حرب عصابات، مثل ما صار بعدين نظموا حرب عصابات بعدين السوريين بال25، الثورة السورية بعدين انتهت بتنظيم حرب عصابات. لو بدال ما نسلم ونقول له لاغورو خلاص نحن بعتنا لك ال نحن موافقين على حل الجيش، وما هيك كان طلب وكذا، وبعدين الملك فيصل بعت له انه خلاص من حل الجيش، قال له وصل الخبر متأخر ومشان هيك دخل زورو غورو بالقوة. فبدال ما كنا نقبل ونزعزع يطلع واحد
قائد مثل ما عمل أتاتورك بزمانه، انتقل من اسطنبول لأنقرة ونظم قواته وعمل حرب تحرير حقيقية ضد الإنجليز اللي كانوا مسيطرين على اسطنبول ومسيطرين على ثلاثة أرباع تركيا. كان مثلا، أنا عم أعطي هذا مثال للخيار، نحن اليوم خياراتنا مثلا بقدام غزة، ممكن واحد يقول هدول الإسلاميين هن اللي عم يحاربوا إلى آخره. يعني الخيار بده مناقشة وبده وعي، شو هي التناقضات الرئيسية وشو هي. كانوا الصينيين يفكروا ماو تسي تونغ عنده في تناقض رئيسي، اليوم تناقضنا الرئيسي هو مع السيطرة الأجنبية، مين بيحطم هالسيطرة من حق وقت بصير في تحطيم إلى من ندخل فيها، ما من من حيد التناقضات الثانوية لمرحلة ثانية. يعني إذا ما تعلمنا أنه في كل مرحلة في شيء بيجمعنا ضد العدو أكبر، ضد عقبي أكبر، نضل مشتتين، لأنه ما في شعب عنده إيديولوجية وعنده أفكار واحدة، ولا أفراد عندهم أفكار واحدة. هذا اللي ناقصنا نحن بسوريا وبالعالم العربي، بس بسوريا بشكل خاص. كل واحد بيعتقد أنه هو قضيته هي قضية الأساسية، وكل ما عدا ذلك ما له معنى. العلماني بده أنه العلمانية هلأ تطبق، والاشتراكي بده هلأ تطبق، والإسلامي بده هلأ تكون دولة إسلامية، القومي بده هلأ تكون فيدرالية، بكرة لازم نعمل فيدرالية ونعطي الدولة تبعه وإلى آخره. هذا اللي بيوصل لخيارات مستحيلة إنه تنتج إجماع وطني وإنه تنتج حركي. الحركي بدها إجماع، يعني نتقدم لقدام، بدنا نجمع القوى. على أساس شو بدنا نجمع القوى؟ شو هو الخيار اللي بيجمع القوى وبيخلينا إنه نتقدم خطوة على طريق تحرير سوريا من الاحتلالات الأجنبية ومن الانقسام الراهن؟ صحيح، بالصفحة 71 عمال تقول ما يوحد الأفراد من أي نخبة أو طبقة أو جماعة هو القضية المشتركة والعمل من أجلها. لا وحدة الثقافة أو الإيمان بالقيم واحدة، إذا غابت هذه القضية لم يعد هناك حافز للعمل المشترك. هذه نقطة ذكرتها، ننتقل هلأ مع وقتنا الضيق خلال، أنا سميتها خارطة الطريق، هي حوالي ستة، أنا توقف بنود عند قطي بنود، راح توقف عند نقطتين لأنه إدراك الحداثة ممكن الناس يتابعوه ونحط الأسماء. هي النقطة الأولى اللي راح توقف عندها هي إعادة التفكير الجدي بالفكرة العربية، يعني بدها شوي توضيح أكثر، لأنه سوريا بالتحديد إذا حكينا دائما كان التفكير فيه أنا بسميه عابر للقارات، إما بده إياه يكون خارج حدود سوريا كعربي كإسلامي كأممي، أو في ناس إلى ارتباط مع وطن أم آخر، يعني بتلاقي مثلا هذاك بقول لك أنا لامتداد حدود في مكان آخر كسوريا. بهذه الأمر إعادة التفكير كيف ممكن توضحها الدكتور؟ يعني شوف، سوريا بقصة العرق العروبي كمان، بسوريا كان في شعور من بداية العهد الانفصال عن الدولة العثمانية انه هي دولة قلقة ومستهدفة، منطقة مستهدفة. الفرنسيين من القرن التاسع عشر عندهم كان رغبة انه يحتلوها ويحطوا عليها مملكة. الامير حتى عبد القادر طرحوه مرة والى اخره، يعني منطقة حساسة استراتيجيا بتطل، يعني ممر كبير وقريبي من وفيها مقدسات وقريبي يعني من وعلى المتوسط، شرق المتوسط، فكان في اطماع كثير فيها. مشان هيك نما عندهم شعور، وعلى حق يعني السوريين، انه لازم، انه لحالهم ما بيحسنوا يدافعوا عن. وكانت قصه فلسطين طلعت من هذيك الفتره، يعني مشروع بلفور، انه لازم يكونوا ضمن اطار اوسع مشان يحسنوا يدافعوا عنهم ويحتفظوا بسيادتهم، يحتفظوا بحق سيادتهم دائما. السياده يعني حق انه انا اقرر مصيري، مو يقرروا صحيح. الفرنسيين ولا يقرروا الالمان ولا الامريكيين. فكان في نزعه عروبيه، وهذا سميتها فكره عربيه، نزعه عروبيه ما مع البعث، قبل البعث بكثير يعني، وما مع المسلمين. التيار العروبي قبل ما يصير قومية عربية كان مسيحيين، في مثل ما في كمان مسلمين إذا ما أكثر، يعني قادته واللي فكروا فيه.
وظلوا يعني أنطون شو اسمه ميشيل عفلاق وقبله إدمون رباط وقبله في كمان قسطنطين زريق وإلى آخره. يعني كثير في فكروا بأسطول العروبي. العروبي يعني هي حماية، فكروا فيها هي حماية من الغزو اللي كان الشاعرين فيه والهجوم الكاسح للغرب على سوريا لتقاسمها، واللي تجسد فعلا بسايكس بيكو بتقسيم البلد نعم وكذا. هلا هذا خلق تيار عميق عروبي بسوريا، ما في أي شك، ما انتقل لكل البلدان العربية يعني. ومصر ما كانت عروبية، يعني عروبية بمعنى قومية عربية، كانوا يعني عرب يشعروا أنه هن عرب، بس هن دولي يعني إلى تاريخها من عهد المماليك ومن عهد الكذا، وبعدين محمد علي وعمل ملكية مستقلة، يعني في إلى شخصيتها السياسية المستقلة. هلأ سوريا كانت لسه ما تبلورت فيها الشخصية السياسية المستقلة، وإنما هوجمت هالشخصية قبل ما تتكون، وهي عم تتكون من قبل سايكس بيكو والتقسيم البريطاني الفرنسي. فنشأت فيها نزعة أكثر فأكثر، صارت قومية. أول شيء كانت القومية العربية بتعني بالعهد قبل البعث والناصرية، كانت بتعني تأكيد الهوية العربية أمام الهوية التركية والعثمانية، يعني بتشبه اللي عملوه العثمانيين اللي عملوا أتاتورك. أتاتورك كان رفض التراث العثماني كله، واعتبر أنه هو يعني في أمي تركية ما لنا علاقة بالآخر. هدول كمان يعني جزء من المثقفين، طبعا معظم كل النخبة المثقفة عمليا كانوا حاسين انه هني لازم يبلوروا هوية عربية لا تبرر استقلالهم عن العثمانيين، يعني ما لانه الوعي العام كان اسلامي انه نحن مسلمين والاتراك مسلمين، فمشان نبرر الاستقلال نعطي شرعية للاستقلال نحن مثل غيرنا قومي. نعم هذا كان شوي جزء من تفكير البعث، البعث الأول بعث ميشيل عفلق. لكن بعد الناصرية تغير مفهوم القومية العربية. وين نعم تغير؟ المصريين كانوا عندهم شعور وطني عميق بما فيهم الضباط الأحرار اللي عملوا الثورة، كانوا دافعهم الوطنية المصرية مش قومية عربية أبدا. يعني مصر واستقلالها وحريتها وطرد القواعد البريطانية منها. إنما وقت عبد الناصر حاول أنه يستعيد السيادة قبل ما يأمم قناة السويس، يتبع سياسي مستقلي ويرفض الدخول في حلف بغداد، مثل ما بتذكروا الناس اللي نعم بيعرفوا التاريخ، ورفض حلف بغداد. ما كان رافض الغرب، رفض أنه الانتماء للأحلاف التابعة للغرب والدخول في معركة في الصراعات الإقليمية الصراعات الدولية، ورفضوا الأمريكان لأنه رفض الدخول في حلف بغداد، رفضوا أنهم يمولوا السد العالي، وانتقل هو نعم ساعتها لروسيا. هو وقت شاف الضغط عليه وعملوا حرب 56 وحرب وقت شاف الضغوط عليه وأنه في ضغوط على مصر، حاول يوسع نطاق مبادرته الاستراتيجية بأنه شاف انه في قبول من سوريين، من سوريا، من النخبه السوريه بعمل وحدي، فمشي بطريق الوحدي، لكن مش بمفهوم هو يعني بده ضد العثمانيين ولا ضد مشان ياكد هويته العربيه. ما حدا مقاتل حدا على هويته، هو يعني مصر يعني ما حدا مهدد هويته العربيه، لغته وثقافته وتاريخه والى اخره. نعم إنما كانت دعوة أنا بسميها جيوسياسية، يعني دعوة استراتيجية ضمن إطار تكوين تحالف قوي للصد التدخل الغربي بشؤون مصر. هلأ هذا اللي أدى لنشوء الوحدة بالحقيقة، زائد أنه السوريين كانوا حاسين في تهديد من تركيا وتهديد من الغرب كمان، لقوا أنه في مصالح مشتركة عملوا الوحدة. هلأ هون كمان كان في خيارات، شوف نرجع للخيارات، صحيح عملوا وحدة عمليا اندماجية فوضوية إلى حد كبير، يعني فوضوية بمعنى ما في أسس قانونية زبطوا عليها واتفاقات ومعاهدات وإلى آخره. السوريين سلموا لأنه كانت نخبة ضايعة، نخبة منهارة خوفا ومنقسمة على بعضها،
فسلموا امر لعبد الناصر كل يعني خود مثل ما بدك، ما بدك احزاب بلا احزاب، ما بدك الى اخره، انت خود هالتجره اللي نحن ما عاد نعرف نقودها. يعني انا برايي فشل النخبه السوريه الحاكمه كان كبير كثير، ما عاد يعرفوا يحكموا البلد، وانقسم الجيش والمدنيين والى اخره فسلموها. هلا عبد الناصر ما به ما كمان ما عنده لا تجربه ولا انه مفكر الوحده، يعني انه دعم لمصر اكثر منه شيء ثاني، ما انشغل حقيقه على تنظيم العلاقات بين شعبين، بين دولتين، بين مصالحهم الى اخره. ف بعد ما السوريين حلوا مشكلتهم راح الانهيار، ترددوا الطبقه نفسها النخبه انه ليش نعطيها للمصريين نرجعوا، والمصريين وقت اللي شافوا انه ما عاد بدهم السوريين، ما تدخل عبد الناصر، وقت صار الانفصال ما تدخل عبد الناصر بالقوه العسكريه اللي كان بيعطيها القانون، يعني الدستور الدفاع عن الوحده. ما صارت وحده عمليا. هلا انا بقول كان في خيارات، الخيار اللي صار هو خيار وحده هيك، تسليم بسيط بشيء كانه بديهي. لو انه بنيت الوحده على اساس اتحاد مثلا بين دولتين، هاي عند مجلس النيابي وهاي عند الاحزاب وهاي عند كذا، وتنسيق مثل ما هلا الاتحاد الاوروبي، ما كان في سبب انه تفشل، لانه هذا في اللي بدي فائده أسألنا إذا سمحت للبلدين. دكتور مشان وقتنا، إلى النقطة الثانية راح أسألك إياها من ضمن خريطة طريق المشروع البند رقم 6، أو بيقول لا مشروع للتقدم العربي وسوريا جزء منه دون تعاون عربي. يعني كأنه في تناقض بالفكر، أولا أنه مفهوم الفكرة مثل أيام زمان هذا ما نجح، نحن يجب أن نجتمع ولكن على مستوى اقتصادي تقصده. أنا عم أقول إنه هاي قصة الوحدة بالمعنى القومي القديم تبع القرن التاسع عشر تبع الأوروبيين، يعني وتوحيد ألمانيا وتوحيد إيطاليا بدولة وحدة، اللي شوي الوحدة السورية المصرية حاولت تقلده، يعني بألمانيا وبإيطاليا كان نعم توحيد قومي، بمعنى إنه الناس اللي بتحدثوا لغة وحدة وعندهم ثقافة وحدة لازم يكونوا ضمن إطار دولة وحدة. هذا اللي كان صار بأوروبا، هذا بقي أثره عنا واللي أدى للفشل، يعني هذا أدى للفشل. إنما إذا أخذنا الفكرة العربية استفدنا من أنه في شعوب تحكي لغة وحدة، عندها ثقافة وحدة، عندها تاريخ واحد، عند الشعوب مشاعر تضامن حقيقية، مش يعني ما في سبب، ما في تناقض مصالح، وتعاونها بيخليها تاخذ هامش استراتيجي، هامش مبادرة أوسع، وتحمي نفسها أوسع من العدوانات والتدخلات الخارجية. ممكن نفكر ما نضيع هالفكرة، ما نضيع هالإرث هذا اللي أعطونا إياه، إنه نستفيد بإنه نعمل مثل ما عملوا الأوروبيين، اتحاد ليبرالي. بين دول، اتحاد على أساس شو الاتحاد؟ الاتحاد هي مجموعة معاهدات بالتعاون الاقتصادي والصناعي والزراعي والعلمي وإلى آخره، ما أنه دولة بتغير هويتها، شعب بغير هويته، أنا مصري بدي أصير سوري ولا أنا سوري بدي أصير مصري، لا، هي مثل ما عملوا الأوروبيين، قوميات مختلفة، ما عاد إلى اسم قومية، صاروا شعوب، نحن شعوب مختلفة إلنا مصالح بالتعاون. الأفارقة عملوا وحدة أفريقية وأفضل بكثير من وحدتنا. نحن كما لو أنه محكوم علينا أنه نكون شعوبنا عندها شعور عميق بوحدة حالة مع الأخرى، لكن نخبنا عندها عداء شديد لأي بتحس أي تعاون مع دولة عربية قريبي انه انتقاص من سيادتها، بينما بتتعاون مع اسرائيل ما انتقاص من سيادتها. انا بقول انه الفكره العربيه ما لازم نضيعها، يعني الفكره مش القوميه، الفكره العربيه بمعنى انه اهميه تعاون الدول العربيه بين بعضها بشكل اتحاد فدرالي كونفدرالي مثل ما بتشوف، هذا كله امور قانونيه. هاي سروي انه مشان نتقدم ومشان نحسن بعض الامور ونعمل سوق مشتركي ونعمل قوة تحسن تصد الاعتداءات الهائلة اللي عم تيجي، والاستهانة والاستهتار بالعرب اللي عم يجير بغزة اليوم، هو اكبر دليل على انه العرب كانوا خانوا شعوبهم، النخب العربية، وما عرفوا يعملوا من 50 سنة الماضي اتحاد جدي يحسن يوقف أمام
حرب إبادة جماعية أمام عيوننا عم تجرى، ما بيحسنوا 23 دولة يقدموا، 22 دولة يقدموا أدوية لشعب عربي عم يدمر، وجنوب أفريقيا والدول كلها بتطلع مظاهرات وبتقول وبتدعم غزة. يعني في يعني فضيحة اليوم دكتور انكشفت ضد هؤلاء اللي بيدعوا إنه لأنه نحن عرب لازم ما نتعاون مع بعض. طيب لا لا، دكتورنا صارت العكس، يعني بدال ما القومية الانتماء لقومية وحدة يدفع للتعاون، صار لأنه نحن قومية وحدة بنخاف من بعض. ما إذا كلنا نحن مستعدين نتعاون مع الشيطان بس مش مع بعض. إذا دكتور كأنه خلينا نرجع من البداية نلفف وخلصنا. يعني بنشكرك الدكتور برهان غبيون في كتابه هذا، يقول بأن لدينا مشاكل قضايا أو مشاكل أخلاقية فكرية سياسية تنظيمية، ونحتاج إلى إعادة قراءة وإعادة فهم المفاهيم مرة أخرى، تعريفها، إعادة تعريفها مرة أخرى، حتى نستطيع أن نصل إلى سوريا المنشودة والمنطقة المنشودة أيضا. بشكرك تمام، كثير دكتور برهان، ونتمنى لقاء ثاني آخر معك نعم، في وقت آخر. شكرا لك وشكرا للي بدهم يسمعونا، وتحية لكل مشاهدي. أهلا بكم متابعي راديو فجر مجددا. أتمنى أن يكون هذا الحوار بجزئه الثاني أو جزئه الأول مفيدا وممتعا لكل من يهتم في بناء سوريا الجديدة في المستقبل كيف تكون. يمكن أن نلخص مجمل أفكار الدكتور برهان غليون في هذا الجزء حول ثلاث نقاط رئيسية. أولا، بأن الاستعمار كان له دور كبير في تكريس التخلف، حسب ما أوضحه بأن التخلف وليس التأخر، التأخر هو عبارة عن حالة يمكن تجاوزها، حالة تاريخية يمر فيها الناس، ولكن التخلف هي الإعاقة أن تتقدم وتتطور بطريقة أو أخرى. فنحن نعيش أزمات لا نستطيع الخروج منها، أزمات على الصعيد الاقتصادي، أزمات على الصعيد الاجتماعي، أزمات على الصعيد الأخلاقي، التنظيمي، السياسي. إذن هذه الأزمات يشير إلى أن بأنه الدول بعد الإمبراطورية، يشير بأن سوريا كانت في السابق، هذه نقطة مهمة جدا، سوريا كانت في السابق والدول العربية ضمن منظومة إمبراطورية. صحيح هذه الإمبراطورية هي عثمانية ليست عربية، ولكن كان الناس يعيشون بطريقة أشبه، يمكن أن نسميه بحرية ذاتية، يتعاملون، يتحدثون ويناقشون عاداتهم وتقاليدهم دون أي ضغط حول ذلك. ولكن بعدما حدث التقسيم ودخول الاستعمار الغربي وتقسيم سيكس بيكو، الدول باتت معمولة أو مصنوعة ليس لخدمة شعبها، لأن الدولة مهمتها خدمة الشعب، وإنما لخدمة السيطرة الأجنبية. لذلك يؤكد على أن الصراع مركب، لأن هناك الدول الغربية لا تريد لك أن تتقدم وأن تتطور، وبذات الوقت تمنع أي محاولة للتقدم والتطور. لذلك الصراع عندك صراعين، أولا حتى تحطم هذا التخلف وتخرج للتقدم لتشعر بإنسانيتك والعادات والتقاليد، وهذا سنشير إليه، وبذات الوقت عليك أن تحارب أيضا السلطة التي تحكمك والتي وضعت بالأساس لخدمة ذلك. فيقول هذا هو التخلف بعينه، وهو ما يشير إلى أن النخب المعارضة أيضا لم تستطع أن تقدم، لأنها تحتاج إلى رضا هكذا الدول الغربية، وبالتالي التخلف يحتاج إلى ثورات كثيرة. أشرنا كثيرا على عملية التخلف، إذا تحتاج إلى ثورات، ومنها ثورات الربيع العربي، يقول بأن خرج الناس
فقط استعادة الكرامة والحرية والديمقراطية كانت غايتها هدم هذا التخلف، وحيث أنه السيف مسلط على أي طرف يحاول تجاوزه. كان المنع والسيف مسلط على أي طرف يريد أن يتجاوز ذلك. ثم تطرق حول موضوع الحداثة، وهذه نقطة مهمة جدا متابعي راديو فجر نريد أن نجمعها مرة أخرى. يشير بأن هنا صارت فجوة بين النخبة وبين الشعب. تحول الصراع بين النخبة والشعب والشعب مع النخبة، في حين الحداثة ليست عبارة عن محاكاة، يعني اتقلد وتطبق الغرب فقط، وإنما هي معركة حقيقية لانتزاع قوة، لانتزاع حقوقك بالقوة. إذا الحداثة هي معركة وليست محاكاة. هذه من النقاط المهمة التي أشار إليها الدكتور برهان والنقطة الأخيرة التي سنفرد لها ربما في الأيام القادمة، الخيارات. الخيارات، يقول حول الخيارات، وهذه نقطة مهمة متابعي راديو فجر، يشير الدكتور برهان غليون بأنه على الخيار بدرجة أولى هو السياسي، وإذا كان هناك عقل عسكري ربما يخطئ هذا العقل، كما حدث هكذا تصور مع يوسف العظمة، لأن العقل العسكري لديه في ذلك التاريخ جعله يقوم بعدة قليلة يحارب القوة العسكرية الفرنسية، كي لا يقولوا بأن دخلوا دمشق دون دفاع. قوة كبيرة، ولكن ماذا لو حدث كما حدث في بعض الحرب، عصابات صعد إلى الجبال أو إلى أماكن بعيدة وحارب كما فعل غيره. إذا ثمة خيارات، وهو ما يشير إلى أن هناك ربما كانت خيارات أخرى. ونقطة أخرى يشير إليها حول الوحدة مع مصر، يراها بمنظور مختلف آخر. من المهم أن نعود إليه ونتحدث فيه، بأن هذا المنظور كان هو خيار جيوسياسي استراتيجي بقدر ما قبل أن يكون عاطفيا، لأن هذا الخيار كان عبارة عن قبول مصر لذلك لتكبير رقعتها، توسيع قوتها لمنع أي هجوم عليها. لذلك حين تم هذا الانفصال لم ترغب العنف لكي تستعيده وتسترده. هناك نقاط يمكن أن نتفق، هناك نقاط يمكن أن لا نتفق، ولكن الدكتور برهان غليون في حديثه يدعونا جميعا إلى إعادة التفكير، وربما من أجل اتخاذ قرارات الخيارات. فالخيارات تحتاج إلى وعي وإلى عمل مشترك وجهد مشترك.